تعالى بقى ايه، تعالى بقى لمنتخب كرة القدم الأولمبي. لأن بصراحة يعني، وأنا مش عايز أنتقد، لأن لسه عندنا فرص، عندنا فرص إن احنا نتأهل، تكسب أستراليا بكرة ماتش الساعة 1 الظهر بتوقيتنا احنا، تكسب وتستنى أسبانيا، تكسب الأرجنتين بإذن الله تصعد، ده أمر مهم. لكن في كل الأحوال، لأن أنا كنت بتابع، لقيت البعض يعني من الجمهور، البعض من الإعلاميين بيقول لك لا، احنا لازم نبقى واقعيين ولازم نلعب كرة واقعية ولازم ندافع، احنا لو لعبنا قدام اسبانيا مباراة مفتوحة هنشيل. ايه يا جماعة، دي مش كورة. طب ما انت اديك اتعادلت مع اسبانيا، ماشي حلو، نتيجة ايجابية، لعبت نفس الطريقة مع الارجنتين، ها كسبت؟ لا خسرت برضو. طب انهي الافضل؟ بالراحة كده، انهي الافضل؟ انك تلعب كورة كويسة وكورة جميلة تقدر من خلالها ان انت يبقى عندك فرص للفوز، فرص للفوز، ولا انك تفضل تدافع وبرضه بتخسر؟ ما هو ده مش دي كوره، دي مش كوره، وده مش منطق في الكوره. او في مثلا بعض المناسبات اللي تقدر تدافع فيها عشان توصل لنتيجه معينه، مثلا لو مباراه ذهاب وعوده مثلا، انت كسبان على ارضك وعايز تدافع تلعب باسلوب دفاعي عشان تخرج بالنتيجه المطلوبه فتتاهل مثلا يعني. لكن هي مباراه واحده في 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 الجدول او في 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 المجموعه، بتلعب مع كل فريق ماتش واحد، فلازم تلعب بشكل يليق بيك انت كشعب مصري، كمنتخب مصر. عندنا كمان اللي يغيظ ويضايق، عندنا لعيبه مميزه جدا في المنتخب الاولمبي، احنا مش عارفين نطلع بالكوره، مش عارفين نهاجم، مش عارفين هتيجي تقول لي طب ما هو برضه احنا لو هاجمنا جامد هنشيل كتير. طب احنا عملنا ايه يا جماعه مع البرازيل وايطاليا؟ لما لعبنا كوره للمتعه بهدوء، هدوء اعصاب، كان ممكن نكسب البرازيل، وفعلا كسبنا ايطاليا. فانا بطلب من كابتن شوقي غريب المدير الفني الجيد لمنتخبنا الاولمبي، يا كابتن شوقي ارجوك ارجوك العب كوره بكره، الفرصه الاخيره العب كوره يا كابتن، عايزين نهاجم، عايزين نجيب اجوان، احنا لغايه دلوقتي الفريق الوحيد اللي في البطوله ما جابش هدف يعني، فدي حاجه سيئه جدا. اتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم باذن الله. طيب جدول المنافسات، مباريات بكره باذن الله، لان خلاص المنافسات تعتبر خلصت النهارده، ففي لسه عندنا عدد من المنافسات بكره في اليوم الرابع لاولمبياد طوكيو. في الترايسون ماتش على الميداليه الذهبيه لبسمله، نتمنى لها يا رب كل التوفيق، يمكن ان شاء الله تجيب لنا بكره ميداليه ذهبيه. في الرمايه الساعه 2 صباحا سامي عبد الرزاق ورضوى عبد اللطيف. في تنس الطاوله دينا مشرف الساعه 3. في الجودو 4:03 دقائق محمد عبد العال. كمان في الريشه الطايره ضحى هاني، وعندنا في القوس والسهم يوسف طلبه وكلود منسي في الشراع، وكمان علي بدوي في الشراع. في الرمايه اسامه السعيد والزهراء شعبان، وفي تنس الطاوله عمر عصر. الريشه الطايره هادي حسني وضحى هاني، وفي السباحه علي خلف الله، و في السباحة أيضا مروان القماش. نتمنى لهم كل التوفيق ونتائج تكون جيدة بإذن الله للبعثة. هروح لفاصل سريع وبعد كده ناخد آخر فقرات الحلقة النهاردة. يلا بينا.